لكم مجموعة من الأرقام اللي قابلتني في البحث والحقيقة سببت لي صدمة حقيقية. في تصريحات لرئيس جهاز الإحصاء، حالة طلاق كل دقيقتين في مصر، وأكثر من 10,000 خلع في العام. بينما ترصد الأمم المتحدة في الإحصائيات إن نسب الطلاق ارتفعت في مصر من 7% ل40% خلال نصف القرن الماضي، ليصل إجمالي المطلقات في مصر ل4 ملايين مطلقة، في مقابل 9 ملايين طفل من أبناء الأزواج المطلقة. يعني إحنا 100 مليون في 9 مليون أطفال، إحنا ما نعرفش كم طفل، بس 9 مليون من الأطفال من سكان مصر كلها اللي هم 100 مليون، 9 مليون أهاليهم مطلقين، وللأسف الرقم مرشح للزيادة. بتتصدر مصر المرتبة الأولى عالمياً كأكثر بلدان العالم في الطلاق. كشف تقرير مكاتب تسوية المنازعات الأسرية عن لجوء 7500 زوجة من حديثي الزواج، لسه عرسان جداد، واللي أظهرت ارتفاع نسب الطلاق بينهم. متنوعة أسبابها بين إخفاء بعض الأزواج أمراض مزمنة عن زوجاتهم، آخرون بيكذبوا وبيحتالوا فيما يتعلق بعملهم وأهلهم، البعض بيهرب من تحمل المسؤولية الأسرية، وبعض الزوجات وفقاً يعني للأزواج مش على المستوى الكافي من النضج وغير قادرات على تحمل مسؤولية الزواج. أرقام وتصريحات وأخبار قد تعبر كده أمام عينينا مرور الترام، لكن زمان يعني كانت فكرة الطلاق دي حتى عيب، يقول لك إحنا عائلات ما نعرفش الطلاق، ما عندناش حد بيطلق، وكان بيتم التعامل مع كل المشاكل داخل إطار الزواج والأسرة. لكن مع الأجيال الحديثة إن صح التعبير أصبح الزواج على ورقة الطلاق، بمعنى ما أسهل وأسرع قرار الطلاق، والانفصال أصبح أوبشن. ليه ندخل في صراعات أو اختلافات أو تفاصيل طالما ممكن أخلص منه واتطلق وخلاص؟ مؤسسة الزواج لم تعد الدافع ولا الهدف القوي اللي بنتشبس بيه أمام الحياة. الرباط المقدس فقد قدسيته أمام أبسط المشاكل والخلافات، أصبح الاستغناء هو الحل المباشر. ده هيخلينا نرجع للأصل ونقول قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. اسمحوا لي أتوقف برضو يعني عند خبر لفت انتباهي، هو خبر من الصين. ذكرت صحيفة الجارديان أن عدد حالات الطلاق في الصين انخفضت لأكثر من 70% خلال الربع الأول من هذا العام، وده عقب دخول قانون مثير للجدل بيفرض فترة تهدئة للأزواج حيز التنفيذ. وبينص القانون اللي دخل حيز التنفيذ بداية العام الحالي على فرض فترة تهدئة ومراجعة على من يتقدمون بطلب الطلاق، والانتظار لمدة شهر تقريبا قبل البدء بمعالجة طلبهم، إلى أن فترة التهدئة دي لا تنطبق إذا كان أحد الزوجين بيطلب الطلاق بسبب وقوع عنف منزلي. طبعا هنا بنقول لا ستوب، على طول بيتم الطلاق. الكلام ده في الصين. يعني بالآخر الأسرة والتمسك بهذا الكيان أصبح مطلب في كل المجتمعات وسبب يستحق المحاولة. ودي رسالتنا النهاردة من القلب للقلب.